الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره رب الناس ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على الرحمة المهداه والنعمة المزداه الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدي وحبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه عليه الصلاة والسلام، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا حصر لها في الأعداد، ولا يحيط بكنهها فرد من الأفراد، صلاة تفوق الأعداد وما فوقها والأشياء وما بعدها، صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام. صلي يا ربي على سيدنا محمد، صلي يا ربنا على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام، صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام، صلاة تغفر بها جميع الذنوب والآثام، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام. ونسألك يا الله بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تجمعنا بنبينا وحبيبنا في خير مقام، وأكرمنا اللهم برؤيته في المنام، وأكرمنا اللهم برؤيته في المنام، وارزقنا جواره وحسن الختام. وصل اللهم وسلم وبارك على آله السادة الكرام وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا ملك يا علام، اللهم أمين آمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا، يعني فتحنا عنينا النهاردة، جاء علينا يوم جديد وربنا أكرمنا، والتقيت بحضراتكم على الهواء مباشرة في الكلام الطيب. خرج الكلام الطيب بحول الله وقوته. اللهم أتم علينا نعمتك، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا رب. احنا خلاص تحولنا لمنتصف النهار، يعني قربنا ناحية الغروب شوية. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا رب. أذق قلوبنا برد عفوك، أذق قلوبنا برد عفوك، ولا تسلب عنا نعمة قط، واجعلنا من أهل محبتك، واجعلنا من أهل مودتك، واجعلنا من أهل كرامتك، اجعلنا من أوليائك الصالحين يا ربنا. استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اصرف عنا، اللهم اصرف عنا، اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الحديث موصولا، كيف يتغلب المسلم على صعاب الحياة. خلاص احنا بقى ما شاء الله قطعنا شوط كبير قوي في المسألة دي، وطبقنا قول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، واتعلمنا يا حضرات الثقة بالله تبارك وتعالى، وتعلمنا التسبيح وكثرة السجود لله، وتعلمنا الأدعية اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتعلمنا حسبنا الله ونعم الوكيل، اتعلمنا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، اتعلمنا حسبي الله وكفى، حسبي الله وكفى، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنس 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 تكثر من الأدعية والأذكار تلاقي الطمأنينة عمالة بتحتل قلبك، يعني عارف حصل احتلال، السكينة ملأت القلب والطمأنينة ملأت القلب. صدق الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله إيه تطمئن القلوب. اتعلمنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إلا حصل فوقاه الله سيئات ما مكروا، ولا حد يقدر يعمل لك حاجة، ولا حد يقدر يأذيك، ولا حد يقدر يدوس لك على طرف. صليت الفجر، صليت الصبح، الحمد لله ربنا من عليك وصليت الصبح، ايوة ابشر، فانت في ذمة الله، مش هتضرب ناحيتك. النهاردة حاجة مهمة جدا، ما احنا قلنا بقى كل ما تفكر في الدنيا تفكير ايه على حسب بتفكر ايه، انها دنيا فانية وملهاش قيمة ولا تعدل عند الله جناح بعوضة، كل ما تطمن اكتر. انما هتفكر بقى الدنيا انا عايز من الدنيا يلا ناخد الدنيا، هتتعب اكتر. عشان كده كان لازم من الاسباب اللي لازم نشير اليها القناعة يا حضرات، لازم يبقى عندنا قناعة، لازم تربي ولادك على القناعة. والله لازم تربيهم على القناعة. يجي ابنك يقول لك ايه، كن قنوع. القناعة يا ابني ليس الغنى عن كثرة العرض، حديث صحيح مسلم بالمناسبة. الغنى مش بكثرة انت عندك ايه، ولكن الغنى غنى النفس. قول الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله انت عندك نعم، والله النعمة الواحدة ما تعرف تعدها، في النعمة الواحدة. مش النهاردة الحمد لله صحيت بتفتح عينك كده، فتحت معاك اشتغلت وفي ابصار والدنيا ماشية، احمد ربنا يا اخي. حد نادى عليك ما سمعتوش ولا سمعت النداء؟ سامع حضرتك، سامعني دلوقتي؟ احمد ربنا يا اخي، الحمد لله. الناس تتعود تقول الحمد لله. يا سلام يا سلام، ربنا لما مدح المهاجرين ومدح الانصار، الناس عندها قناعة للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، ايوه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا عايز دنيا ولا هو سايب مكة اصلا ورايح يعمل له قرشين بقى عايز يعمل له مشروعات. لا القصة ديش دماغه، هو اهم حاجة عنده رضا ربنا. ده خارج سايب بلده، سايب بيته وسايب تجارته ورايح لرضا ربنا، مش عايز الدنيا في حاجة. يروح المدينة يلاقي الناس اللي قاعدين هناك الأنصار رضوان الله عليهم جميعا، يقول له تعالى أنا عندي بيتين، خد اللي على النص أنت وأنا أخد اللي جوه. إيه ده؟ تعالى أنا هقسم الفلوس بتاعتي نصين كده، أنت خد نص وأنا كده أهو. يقوم الراجل بتاع المهاجر الجميل ده يقول لأخوه الأنصاري، يقول له بارك الله لك في أهلك ومالك، شكرا شكرا شكرا. مش يلا اللي يجي لك يلا خير وبركه. يقول له لا شكرا مش عايز. قال مش عايز يا اخي. قال له لا، ولكن دلني على السوق، كتر خيرك، قول لي انا اشتغل بعرقي واكل بعرق جبيني كده. الحمد لله. اخبارك ايه يا عم؟ الحمد لله مستوره وميسوره والقشه معدن وزي الفل. ايوه كده القناعه. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال، فما تدري لمن تجمع ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. ما انتش عارف. قال أنا عارف أموت في أرضي ولا في أرض تانية، ولا أعرف، وحنا الدفن فين ولا أعرف. خلاص بقى دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع.
وانا اتعجب لما الاقي ناس هو كل هدفه في الحياه انه يجمع فلوس. تعمل بيها ايه؟ تجمع فلوس تساعد الناس، خير وبركه. تجمع فلوس تعمل مشروعات اقتصاديه والشباب يشتغل، خير وبركه. انما رص في البنك. رص في البنك. اعمل بيها ايه؟ نسال الله السلامه. مين معايا؟ تاخرت عليك يا حاجه شاديه، معلش. معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي لو سمحت الله يكرمك. عليه الصلاه والسلام. انا بطلب مساعده. طيب يا حاجه مساعده، انا معايا بنت بنشورها وابوها تعبان. على عينينا يا حاجه شاديه. حاجه شاديه. ايوه. على عينينا وراسنا. هحولك دلوقتي للكنترول، هيعطوكي الرقم وان شاء الله المشكله تتحل باذن الله تعالى. شكرا ليك يا حاجه شاديه. طب ناخد الحاجه ناديه، نشيل الشين ونحط النون. يا حاجه ناديه السلام عليكم. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا بيك يا حاجه ناديه، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا بعايز تليفونك ضروري. طيب انا هحولك للكنترول يا حاجه ناديه وهم هيعطوكي الرقم. شكرا ليك يا حاجه ناديه. يبقى القناع، شوف المهاجر، شوف ربنا ضرب لنا مثال ازاي جميل قوي. المهاجرين والانصار، لا ده عايز الدنيا، ده سابها في مكه، ساب ارضه وساب حاله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. تقول له انت عايش ليه؟ يقول لك عايش ليه يا راجل؟ عايش عشان رضا ربنا، عشان اكون عون للناس، عشان انصر دين ربنا. ينصرون الله ورسوله. واللي قاعد في المدينه في ارضه ومملكته بقى، يقول لا لا لا، تعالى يا اخي المهاجر، خد نص ما املك. التاني قال له لا شكرا مش عايز، كتر خيرك مش عايز، ولكن دلني على السوق، قول لي اشتغل ازاي، انا مش محتاج. لا تعطيني سمكه، لا علمني اصطاد. يا سلام. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، اللي في سوره البقره، ربنا قال على الفقراء دول ايه بقى؟ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. ناس عندها فقراء، ناس فقراء ما عندهمش، لا يجد قوت يومه. قالك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأن عندهم عفة. يا سلام. ومن يستعفف يعفه الله يا حضرات، ومن يستغني يغنيه الله. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك يا رب، يا رب اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. أبو عمرو، يا ابو عمرو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا يا حبيبي، اهلا بك يا ابو عمرو. صل على الحبيب، قلبك يطيب. الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد يا رب وعلى اله وصحبه. ربنا يصلح حالك يا رب، ربنا يصلح حالك ويجعل في ميزان حسناتك. واياكم يا سيدي، اتفضل. انا اطلب من انك خدمه يا عم الشيخ، ربنا يصلح حالك يا رب، من الناس اللي بتفعل الخير. عايز ايه يا حبيبي؟ انا اطلب خدمه. اتفضل. الله يزيد فضلك، معلش بس دقيقة بس من حضرتك بس. اتفضل. يزيد فضلك، أنا اتصلت من هنا 15 يوم بحضرتك. أيوة. ماشي، إن أنا طبعًا عامل عملية مركب مسامير. أيوة. وطبعًا ممنوع عني أني أي شغل ضغط يعني أو شغل، ومعايا أربع أولاد. أيوة. ومنهم بنت بسم الله ما شاء الله في أولى ثانوي في تجارة يعني. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا يعزك يا رب. فأنا دلوقتي يعني قاعد مغفر في مغفر مصنع، يعني مش شغال المصنع، قاعد في صاحب المصنع قعدني عنده ان انا ما عنديش الا فضل ربنا سبحانه وتعالى. ابو عمرو، انت لما كلمتني هل انا اعطيتك رقم تليفون تتصل بيه؟ اتصلت، جيت اتصل عليك، التليفون حضرتك كان مقفول تقريبا او مشغول. بس فانا دلوقتي انا انا اعطيتك رقم غير رقمي انا؟ لا ما اعرفش، انا اخذت من الكنترول الرقم اللي هو 012. طيب حاضر. فانا دلوقتي انا عندي مشكله، انا دلوقتي عايز اصرف على اولادي. والله يا عم الشيخ والله حاضر، حاسبني على ربنا، انا دلوقتي انا عايش على السلف، انا مديون ب 7850 جنيه. حاضر يا ابو عمرو. والناس عاملين لي كشك، كتر خيرهم كشك، عشان اقدر اصرف على اولادي وعلى ده عشان يعني اسدد الدين اللي عليا. طب هو الكشك ده ما بيغطيش المصاريف؟
ما يغطي ان شاء الله لو قبل ما في واقف على البضاعه يعني هو طيب. عمود بقى له طيب. ثلاث شهور دلوقتي. طب حاضر يا ابو عمرو احولك للكنترول. حاضر يا حبيبي. اخلص الدين اللي عليه عم الشيخ ما بعرف ان شاء الله. انا ويالي لا لا يا حبيبي ربنا ربنا يعينك يا ابو عمرو وتخلص وتسدد الدين ويمن عليك وييسر لك اسباب الرزق والكشك بتاعك يشتغل ويغطي مصاريفك، ونسال الله تبارك وتعالى ان يمن عليك بالرزق الحلال في رغد من العيش ان شاء الله. تواصل معايا ابو عمرو ان شاء الله. يا ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا ام احمد اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا جاي لحضرتك سؤال. والدي كان عنده بيت 3 ادوار. ايوه. فهو يعني بده يقدر بحوالي نص مليون جنيه. ايوه. أبرو 400,000 يعني 400,000 موقعه كويس يعني. ايوه مكان الثمن. ايوه بالظبط. اه فالمهم هو جه يعني في اخر ايامه كده لما جه تعب فقعدنا كلنا مع بعض احنا واخواتنا انا واختي ولنا اخين. ايوه. فطبعا ايه المفروض انا قلت له يعني على حسب ما بسمع هو 3 ادوار كل ولد دور والمفروض انا واختي دور على بعض. ايوه. فحب يدينا الدور ده بس شال منه برندة واسعة كبيرة. ماشي. فخلى الشقة طبعا ما بقاش لها يعني اوضة وصالة حاجة بسيطة. ماشي. فطبعا ايه المهم جينا ايه يعني قلنا ماشي اللي يرضيه بتاع عشان هو تعبان مش عايزين نزعل. فالمهم عشان ما اطولش على حضرتك فعمل ايه يقن كده كل واحدة فينا حوالي 30,000. ماشي. خلاص. فهلا بس حضرتك انا احنا مش فارقة معانا مش محتاجين حاجة بس عشان ايه هو توفى وكده كحرمانية هو عادي كده. هو استني بقى يا ام احمد كنت عايز اسألك سؤال مهم. طيب حاضر. يعني يا حتى ام احمد بتقول انه احنا قلنا البابا هو البيت 3 ادوار واحنا 2 صبيان واتنين بنات يبقى كل صبي ياخد دور وانا واختي ناخد دور احنا الاثنين. يا جماعة هي دي اسمة ميراث يا حضرات؟ يعني لو الاب بيعمل حاجة حالة حياته بنى عمارة وعايز يقسمها على اولاده يبقى لازم بالتساوي. النبي اللي علمنا كده عليه الصلاة والسلام ساووا بين اولادكم في العطية. انما الله يرحمه رحمة واسعة ما قسمش حاجة حالة حياته ما قسمش خالص. اذا انتقل خلاص الى رحمة الله نيجي نقول هو ساب ايه بالسنتي مش بالمتر بقى بالسنتيمتر نقسمه للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان هناك المتوفى له اب او ام وطالما عنده مخلف صبيان يبقى الاب والام كل واحد ياخد السدس، واذا كان له زوجه يبقى هتاخد التمن. الاب والام ياخدوا كل واحد ياخد السدس والزوجه اللي هي مراته مرات اللي مات تاخد التمن، وبعد كده نوزع على الصبيين الاثنين صبيان والاثنين بنات للذكر مثل حظ الانثيين. ده بنسميه بيرثوا بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. انما الاب حال حياته وربنا من عليه وعنده عماره عنده ارض جاب ولاده قعدهم قدامه كده على ترابيزه السفره وقال لهم اسمعوا يا اولاد انا عايز اديكم حاجات. نقول له يا عم الحاج لا فرق بين صبي وبنت، لا فرق بين ذكر وانثى، دي حاله حياتك. وانت بكامل قواك العقليه ربنا يديك الصحه والعافيه. دول انت بيسميه عندك 4 اولاد عايز تقسم حاجه قسمها على 4 بالتساوي. عايز بقى تسيب الامور تمشي بطبيعتها تصرف على اولادك زي ما انت عايز وتجوز ده وتجوز ديت وبيتك مفتوح ليهم 24 ساعه خير وبركه، واذا جاء اجل الله يبقى يتقسم اللي انت تسيبه بقى للذكر مثل حظ الانثيين خير وبركه ما عندناش مشكله. انما هيجي بقى واحد يقول تعالوا يا اولاد انا هقسم عليكم من دلوقتي، انت يا ابني خد 10,000 وانت يا بنتي خدي 5 بس وانت لا ازاي يعني مفيش تركه هنا. التركه عشان تبقى اسمها تركه لازم موت المورث حقيقه او حكما، ان صاحبها ما بيبقاش موجود اصلا. طب وصاحبها موجود وبيوزع ما تبقاش تركه. محمد معلش يا محمد فقدنا الاتصال. يبقى احنا النهاردة بنتكلم عن القناعة، احد الامور اللي لازم المؤمن يتحلى بها. كن قنوعا هتبقى اغنى واحد، مش مهم انت عندك قد ايه، الغنى غنى النفس. النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. يا سلام مش الحمد لله انت اتعشيت امبارح؟
بس اتعشيت زبادي. يا عم رضا احمد ربنا الحمد لله. اشمعنى جار اتعشى اتعشى كباب وكفته؟ والله ما بالكباب ولا بالكفته. يعني هو اللي اتعشى كباب وكفته بيت يضحك في السرير؟ والله ما تعرف، والله ما تعرف حالته، ولا يمكن بيت متنكد نايم متنكد ما تعرف فيه ايه. ولذلك القرآن يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، اتعشى كباب وكفتة بقى، فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اتعشى زبادي، فيقول ربي أهانا. كلا، لا مش كده خالص. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. والله لو النفس ما عندهاش كفاف والله ما في حاجة تكفيها. نفسك في إيه؟ عايز عربية كذا جبناها له، أسبوعين ثلاثة لا 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 عايز أغيرها، ما هو مش عاجبه حاجة بقى. طب عايز تسكن فين؟ في الحتة الفلانية. سكنناه. لا لا إيه ده، ده أنا كل يوم بمشي لي 20-30 كيلو. لا عايز أغير سكني، ومش عاجبه حاجة. سبحان الله، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا أخي سبحان الله، بص بص اللي كان عندهم وعندهم وعندهم، راحوا بحاجة غير الكفن وشوية القطن اللي احنا نحط له قطن بقى في ودنه وقطن في عينيه وقطن، سبحان الله قطن على وشه كده وبتاعه، راح غير القطن وشوية الكفن؟ ما راحش، خد حاجة؟ ده احنا حتى نقول ليه الكفن ملوش جيوب. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والله المفروض أخد بصيرة وعبرة. اللي قبلي خدوا إيه؟ ما خدوش حاجة. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لقيت أهالينا بيروحوا للموت الصغير والكبير، مش الكبير بس، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا من مضى يأتي إليك ولا من الباقين غابر، لا اللي راح رجع ولا اللي موجود غابر يعني ماكث، لا من مضى يأتي إليك ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. أيقنت أن أنا رايح لهم بكرة بعده بعد بعده. شوف سبحان الله. ولذلك عشان يبقى عندك قناعة، عشان تقدر تتسلح بالقناعة، دايما فكر في الموت. ربنا يديك طولة العمر يا حاجة جميلة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. متشكرين جدا الحاج شيخ رمضان. يعني انا بنسكن في فرنسا بس دلوقتي موجوده مع جوزي في مصر. اهلا وسهلا. مبسوطه. اهلا وسهلا. وعايزه نشكرك على الكلام الطيب. والله احنا متشكرين جدا. والله اكرمكم الله. وعايزين نشوفك في فرنسا في باريس عندنا في المسجد ان شاء الله. يا رب. انا كنت كلامك حلو. انا كنت في المسجد الكبير في باريس قريبا، يعني كنت هناك قريبا. ايوه والله منور كرمكم الله. ربنا يسعدك ربنا يسعدك يا حاجه جميله. يعني واحنا مبسوطين لما نسمع، يعني مش لاقيه الكلام يعني. والله جزاكم الله. لا ده انتوا على عيننا وراسنا، وان شاء الله نراكم قريبا بقى في فرنسا في المدينه المنوره في مكه المكرمه كده يعني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وادعي لنا لكل الشباب المسلمين ربنا يهديهم. شكرا ليك يا حاجه جميله، أحسن الله إليك. شكرا ليكي، ومتشكرين على المشاعر الجميلة الطيبة. والله يا حضرات شوفوا، صدق الله إن هذه أمتكم أمة واحدة. انك تحس إن المؤمنين المسلمين كده، وإن اختلفت دماؤنا وإن اختلفت جنسياتنا،
إذا من بلاد المغرب، واضح إنه أختنا جميلة من بلاد المغرب العربي، من طريقة من لهجتها يعني، وتعيش، ما هو بلاد المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب يعني. فأنا مش ما كنتش قادر أحدد هي من الجزائر ولا من تونس ولا من المغرب، فقلت أهو خلي الثلاثة دول مع بعض إن شاء الله. طبعا على عيننا ورأسنا أهالينا كلهم في كل شبر في الكرة الأرضية، في ليبيا، في موريتانيا، في السعودية، في أي مكان يعني. شوف بتحس بفخر كده إنه فأصبحتم بنعمته إخوانا، إن كلنا إخوة بنعمة الإسلام، ربنا يديمها علينا النعمة. يا أحلام سلام عليكم. أحلام، حاجة أحلام، سلام عليكم. عليكم. عليكم السلام يا حاجة أحلام. حضرتك كان جوزي هجرني من 10 سنين. أيوة. وكان سايب لي بنت، وكبرت البنت. أيوة. أيوة. تروحت فين يا حاجة أحلام؟ فقدنا اتصالك يا حاجة أحلام، معلش. يعني حاولت تتصلي بينا مرة ثانية. وبعدين يعني ايه الجرم ده؟ ده جرم، ايه ده؟ 10 سنين رجل يترك زوجته وابنته من 10 سنين؟ ده هو الشرع بيقول ده، لو واحد حلف على مراته مثلا، للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني لو هو قلبه قاسي قوي يعني بعد عن زوجته، بقول له بص انت اخرك معانا، اخرك خالص 4 شهور، فان فاقوا لو رجع فان الله غفور رحيم سماح، ارجعي له بقى يا ستي، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ازاي هو واحد يهجر مراته كده؟ نسال الله العافيه. خلوني استسمح حضراتكم فاصل سريع صغير، واعود الى حضراتكم بمشيئه الله بعد ذلك الفاصل. ابقوا معنا حفظكم الله. مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم مجددا. الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل. الاثنين دول مع بعض، الرزق والاجل، ربطه واحده كده، حزمه واحده، كلمتين دول مكتوبين في اللوح جنب بعض. الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل، ياتي اليك ولو في جبهه الاسد، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجلي. لا، أنا لازم كل شوية أحدث نفسي بالقناعة. القناعة كنز لا يفنى. احنا زمان كنا نشوفها حكمة موجودة، تخش مكتب، تخش أنا ما أعرفش هم شالوها ليه. كنت تخش في أماكن عامة كده، ولا تلاقي المدير كده وحطت لك وراه كده يافطة حلوة، القناعة كنز لا يفنى. وزمان واحنا طلبه كمان، صح، المخرج الله يستره بيقول لي وجدران المدارس، صح، واحنا طلبه كنا سور المدرسه ده كنا بنكتب عليه جمل كده جميله قوي. معظم المدارس كنت تلاقي مثلا مكتوب عليها ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم، العلم، تبقى مكتوب القناعه كنز لا يفنى، حكم كده، كنا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، النظافة من الإيمان، أولى الناس باهتمامك، أولى الناس باهتمامك أبواك، والداك، أبوك، حاجات كده، لا تؤجل عمل اليوم الغد. ما أعرفش الحكم دي راحت فين، عايزين نرجع ده تاني يا حضرات. ربي ابنك على كده، ابنك ولما يبوظ حاجته ما تجيبلوش غيرها لو سمحت، قول له لا دي حاجتك أنا ماليش دعوة، أنت فسدتها أنت اللي عليك إصلاحها. الضرر يزال، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. يعني النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، أنت أزيت موبايلك، أنت اللي ضريته، أنت اللي كسرته، أتحمل أنا ليه يعني؟ مش أنت بابا؟ ما أنا جبتهولك، أنت كان المفروض تحافظ عليه. عارف إحنا لو نربي أولادنا على كده، يا سلام، لما تربي ابنك على إن دي حاجتك خلاص معاك حاجتك، ودي حاجة أخوك، لو سمحت ما تجيش ناحيتها. اصلي طب انا هاخد دي شويه، لا لو سمحت دي حاجته، ما تبصش له. ربنا في القران بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان النبي يعلمنا، لا تمدن عينيك
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربنا خير وأبقى. شوفوا يا حضرات، واحد يجي يقول لي طيب القناعة دي اللي احنا عمالين نتكلم على، والله يا شيخ ده كلام كويس وده كلام زين واحنا نفسنا يبقى عندنا قناعة ونربي ولادنا على القناعة، بس عايزين ندخلها، عايزين ندخل القناعة في قلوبنا. ايه الشيء اللي يدخل القناعة في قلبك؟ احنا قلنا رقم واحد لما تكثر من ذكر الموت، ذكر هادم اللذات ده، هتحس النبي علمنا كده، لانه الموت ما ذكر في ضيق الا وسعه، ولا ذكر في واسع الا ضيقه. هات واحد فرحان قوي بقى عمال يتنطط من الفرحة كده، وبعدين قول له اهدى على نفسك شوية، اهدى، ده احنا غدا او بعد غد سنقف بين يدي الله، تلاقي لا حول ولا قوة. ايه يا عم ضيقت عليه الدنيا كده. وهات واحد مغموم ولا مكروب ولا حاسس انه ابتلي ابتلاء شديد، ولا حاسس بمكر الناس، ولا الناس مش سايباه في حاله، وقرب ناحيته كده اقول له ما تقلقش، ما في موت وفي جنة. يقول لك والله لا يمسهم فيها نصب. يبقى ذكر الموت. رقم اتنين يا حضرات الايمان. الايمان يوصلك للقناعة، انت ما تبقى مؤمن. الحسن البصري رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. انت عارف يعني ايه علمت؟ يعني امنت بهذا. والايمان هو التصديق. اسأل اي واحد كده رزقك فين؟ عند ربنا. قال يا عمي هو بكلام، طب ما تثبت لي. اثبت لي انك مطمن مش قلقان. كان يقول علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. يا حسن يا امام انت مش قلقان على قضية الرزق؟ قال لا. ليه؟ ازاي يعني؟ ما انا عارف ان رزقي لا يأخذه غيري. والله لا يخطئك، يعني اللي جاي لك هيجي لك. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول الرزق رزقان. طمن قلبك بقى، خليك قنوع بقى. الرزق رزقان، رزق يطلبك ورزق تطلبه. رزق يطلبك هو رزق يومك، ده اللي جاي لك النهارده جاي لك، فان لم تاتيه اتاك، بدون ما تعمل تليفون بدون اي حاجه، تلاقي الباب خبط كده وتفضل يا عم الحاج، ده حاجه جاي لك من باب الله. ليه ده؟ انا هو رزق جاي لك، ده رزق يطلبك ورزق تطلبه، وهو رزق سنتك. عملت افكر في السنه الجايه والسنه اللي بعدها. سيدنا علي بيقول ايه؟ فان تكن السنه من عمرك فان الله مع كل فجر جديد هيبعت لك رزق اليوم، وان لم تكن السنه من عمرك فلما تحمل هم ما ليس لك. شايل هم سنه جايه ليه؟ يا سيدي سيبها لله. محمد معلش اتاخرت عليك. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج محمد، اهلا بيك. انا اخوك محمد فتح العطار، ساكن في مدينه النور ان شاء الله. اهلا بيك يا حاج. كوبري عبود في شبرا يعني. اهلا بيك يا حاج محمد. انا مواليد 44، عندي 72 سنه. الست انا سامعك اتفضل. ايوه. الست بتاعتي توفت سنه 2013 يوم 10/5. صليت على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعني من التليفون يا حاج محمد. حاضر حبيبي. أنا آسف. وطي التلفزيون خالص. لا طفيته خالص. لا اتفضل. وطيته خالص. اتفضل يا حبيبي. حضرتك أنا عندي بيت وعندي محل. أيوه. بيتي ملكي والمحل ابني اشتراه لي وكتبه باسمه. أيوه. أضمن معايا حضرتك. أيوه. فدلوقتي أنا عندي قرشين حاطتهم في البنك. أيوه. فأنا قلت لابني، لا إله إلا الله، قلت لابني والابن الثاني. أيوة. انا عندي ابن 44 سنه. أيوة. وعندي ابن 31 سنه. ايوه. الله يرضى عليك، الله يكرمك. وعندي خمس بنات. أيوة. بنتين في البحرين وثلاث بنات هنا، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله. ف 72 سنه، الست بتاعتي ميته بقى لها 3 سنين. الله يرحمها. وظروفي الحمد لله متيسره وكل حاجه. الحمد لله. بس في حاجه انا بقول لابني ايه؟ الفلوس اللي في البنك بتاعتي. أيوة. لله كل شهر رمضان. أيوة. تطلع منها لله شهر رمضان، حتى لو انت ورثها للي بعدي وقول له الكلام ده. أيوة. هل ده يبقى حرام؟ انا دلوقتي ولادي كلهم عندهم املاك. حاضر. كلهم الحمد لله رب العالمين، كلهم يعني عندي متجوزه دكتور، متجوزه ضابط، متجوزه
عظيم. اللهم صل على النبي بفضل الله، ربنا كريمهم الحمد لله. عظيم. بفضل الله سبحانه وتعالى. فحضرتك انا دلوقتي اللي انا عايز اقوله، هل الفلوس اللي في البنك دي لو انا طلعتها منها لله، منها يعني جاري منها لله كل شهر رمضان، يبقى انا ظلمت ولادي؟ لا حاجه، انا سايب لهم بيت، حاجه المحل النهارده بيتفصل بمليون و250 الف. حاضر. وعندي بيت معاه قاعد فيه ابني، بيت دورين، ابني قاعده تحت وانا قاعد، وعملت له عقد ب 15 سنه على اساس انه ما يختلفوش في يوم من الايام، ما يقولش ان ابويا كاتب لي الشقه. ايوه. مع وطبعا الحمد لله كل ولادي بيحبوا بعض، ربنا يكرمك. من فضل الله. فحضرتك عايز اعرف دلوقتي، حاضر. انا ظلمت العيال دي، هي القرشين اللي انا حاططهم هم قرشين بساط يعني، مش كتار. هجاوبك يا حاج محمد، هجاوبك يا حبيبي، شكرا ليك يا حاج، ربنا يكرمك ويسعدك. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس يا رسول الله، فقال من طال عمره وحسن عمله. ربنا يجعلك منهم يا حاج محمد، ويجعلكم منهم مشاهدين الكرام، يجعلكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأنا معاكم برضو إن شاء الله. اللهم أمين. احنا كده وصلنا لختام حلقتنا، بقلنا دقائق معدودة كده. خلينا اذكركم انه احنا عشان تقدر تتغلب على الدنيا، كن قنوعا، ارضى بما قسم الله لك، خلي عندك القناعة. القناعة كنز لا يفنى. درب نفسك على القناعة، علم نفسك انه الرزق اللي جاي لك جاي لك. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول ان تكن السنة من عمرك اللي انت شايل همها دي، فان الله مع كل فجر جديد قاسم لك رزق هذا اليوم، وإن لم تكن السنة من عمرك فإن فلما تحمل هم ما ليس لك، شيل هم حاجة ليه مش بتاعتك. احنا النهاردة آخر الأسبوع الخميس، وانتوا عارفين حضراتكم الجمعة الكلام الطيب بيبقى أجازة الجمعة. لا الكلام الطيب موجود على طول، أنا أقصد برنامج الكلام الطيب. ابتداء من الأسبوع القادم احنا كنا وعدنا حضراتكم انه أنا كنت بعمل إعداد لوجبة إيمانية دسمة متكاملة لحضراتكم، ولما ربنا من علينا وأصبح الكلام الطيب مدته ساعة، بقى فيه متسع أن أنا أستضيف أهل العلم ونقعد بقى كده نتحاور كده، وحاجة جميلة قوي. وحضراتكم ربنا يمن علينا وكلنا نستفيد بهذه الحلقات. عندنا ملف هنفتحه ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله، حضروا بقى الورقة والقلم والنوت بوك بتاعكم كده، هاتوا مذكرة كده اكتبوا عليها الكلام الطيب، أي معلومة تاخدوها في الكلام الطيب اكتبوها. هنتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عشان دي حاجة كده بتخليك تمشي تزداد إيمانا وانت بتتدبر آيات القرآن وأحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعدناكم هنتكلم عن أسماء الله الحسنى. الملف هيتفتح الأسبوع القادم ده إن شاء الله رب العالمين. وهنفتح كمان ملف جميل قوي عن فقه العمران في الأرض والحياة الطيبة، وإزاي الإنسان يحيا حياة كريمة في هذه الدنيا ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله ربنا يكرمنا كده. من يوم السبت بإذن الله هتبدأ أولى الحلقات دي، هنتكلم مبدئيا في الثلاث ملفات، واللي جاي بعد كده إن شاء الله أعظم بحول الله وتوفيقه ومنته وفضله علينا إن شاء الله. ابتداء من الأسبوع القادم أنا بنوه هو تاني، ويبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي شاف الحلقة النهاردة هيبلغ اللي ما شافهاش. أسماء الله الحسنى اللي احنا كلنا في شوق ان احنا نعرفها وليه وفقهها، اللي من احصاها دخل الجنة. هنفتح الملف ده، وهنفتح ملف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهنفتح ملف الحياة الطيبة وفقه عمران الأرض. يا حاج محمد عداك العيب، ربنا يكرمك ويسترك. هو عنده خمس أولاد، ثلاثة بنات واثنين صبيان، ربهم أحسن تربية الحمد لله، وكبروا وتزوجوا وصرف عليهم. لا انت اديت رسالتك بنجاح، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، واحسن خدمة قدمتها لهم ان انت ربيتهم. بس استوب، انت بقى ربنا يكرمك عايز تعمل حاجة كده تتزود للآخرة، فبتقول انا عايز اعمل صدقة جارية، فهو عنده قرشين في البنك، هل يجوز له حالا ناو الان انه يعمل حاجة اسمها وقف؟ انا الكام الف دول هعملهم وقف خيري يا اولاد. ازاي يعني ايه وقف خيري؟ يعني اي عائد هيجي منهم دول بتوع ربنا. البيت موجود وسبت لكم ايه وكبرتكم، وكل واحد مستور في بيته وكل واحد ميسور الحال، انا بقى عايز اعمل حاجة كده اتقرب بيها الى الله بنية تبقى ليا ولزوجتك الله يرحمها رحمة واسعة. دي فيهاش اي مشكلة خالص يا حاج محمد انك بتعمل حاجة اسمها وقف خيري،
بتاخد جزء مما تملك. انت عندك قرشين حاططهم في البنك، طب ما شاء الله بتقول ده انت سايب لهم محل بمليون وشويه وبيت وكذا، ربنا. وحتى لو ما سبتش اتربوا وكل واحد اتعلم القياده وبقى يقود حياته مع نفسه، انا مش انا مش مطالب اعمل اكتر من كده. فانت يا حاج محمد لا حرج عليك في ذلك وربنا يتقبل. وصلنا لختام حلقتنا، بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتابع وانتفع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.